ولمزيد من التفاصيل حول الانتخابات البرلمانية في لبنان معنا عبر الهاتف الآن من لبنان الكاتب والمحلل السياسي جورج علم. مرحبا بك سيد جورج. يعني الحديث عن هذه الانتخابات وبعض الإنجازات لقانون الانتخابات الجديد هو تصويت اللبنانيين في الخارج لأول مرة، هل تتفق مع هذا الرأي سيد جورج أم لا؟ يعني كما تفضلت نحن أمام امتحان جديد للدين، نصوت وفق قانون انتخاب جديد قائم على النسبية والصوت التفضيلي. هناك طبعا الكثير من الأقوال حول الشوائب، لكن باعتقادي أن هذه الشوائب تصبح أكثر جدية بعد الانتخابات بحيث يشار إلى تقييم العملية الانتخابية لمعرفة الثغرات في هذا القانون وكيفية تلافيها في المستقبل. لكن هناك أكثر من إيجابية أيضا يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، أنها المرة الأولى الذي يصوت فيها اللبناني الموجود خارج لبنان سواء في الدول العربية أو في الدول الأوروبية أو في دول العالم، وبالتالي هذا إنجاز ديمقراطي كبير. طبعا أنا لا أقول بأنه إنجاز كامل، لكنه بداية طريق جيدة بحيث يشارك أي لبناني في أي موقع كان في الحياة السياسية اللبنانية الداخلية. الأمر الثاني والمهم، يعني بعد 9 سنوات من تمديد المجلس النيابي الحالي كان الأوان لتجديد الحياة السياسية في لبنان. إلى أي مدى سوف يكون التغيير؟ هذا ما سيظهر في 7 مايو المقبل، أي بعد 1 يوم من إجراء الانتخابات في لبنان، عندئذ تعلن النتائج ومعرفة وحجم كل كتلة من الكتل المعروفة في المجلس النيابي الجديد، على أمل أن يكون هناك تغيير حقيقي. وهذه مسؤولية الناخب يعني اللبناني. من هذه النقطة سيد المرشح، يعني هناك يعني رأيان مختلفان بعض الشيء. الرأي الذي يقول بأنه متفائل من إجراء هذه الانتخابات لأول مرة في الخارج ومشاركة اللبنانيين، والرأي الآخر يرى بأن هذه انتخابات شكلية وستعيد مرة ثانية إلى السلطة في لبنان المجموعة ذاتها من السياسيين في الأحزاب ذاتها. يعني أي الرأيين ترجح أو الكفة راجحة لأي منهما الآن؟ يعني أولا أنا مع الرأي الأول دون أن أشك، يعني هناك ظاهرة ديمقراطية جديدة نقوم بها. بالنسبة للرأي الثاني، أنا لا أحمل المرشح أي مسؤولية، أنا أحمل الوعي للناخب اللبناني. الناخب اللبناني إذا كان ينتقد فعلا هذه الطبقة السياسية أنها فرصة أمامه لكي يغير، وبالتالي أن يدلي بصوته في صندوق الاقتراع وفق قناعاته، لا أن طبعا يلعن الطبقة السياسية في العلن ويعود ينتخبها في السر في صندوق الاقتراع. المسألة هنا تتعلق بالوعي عند الناخب اللبناني. طبعا من مصلحة المرشح أو مصلحة رئيس الكتلة بالتالي أن يعود إلى مجلس النواب بأكبر كتلة نيابية، هذه مصلحته، ولكن مصلحة المواطن اللبناني إذا كان فعلا يائسا من هذه الطبقة السياسية، هناك فسحة ديمقراطية للتغيير أن يعبر عن قناعاته بحرية مطلقة في صندوق الاقتراع، أن لا يرتشي، أن يذهب طبعا ثمن التأجيج المذهبي والطائفي إلى ما هنالك. هذا يتعلق بوعي الناخب، إذا كان الناخب واعيا في لبنان فالاعتقاد ممكن وليس مستحيل. نعم سيد جورج، يعني لمزيد من الإيضاح حول هذا التغيير، يعني فلتوضح لنا هذه الصورة بشكل تفصيلي. الحديث عن قانون الانتخاب الجديد الذي ينتخب اللوائح المغلقة والنظام النسبي بعد اتباع النظام الأكثري منذ عقود، يعني نريد منك شرحا تفصيليا لهذه النقطة تحديدا للمشاهد. أولا من ميزات هذا القانون الانتخاب الجديد أنه طبعا لا يقتصر فقط على لوائح السلطة كما هو الشائع في لبنان، إنما يكون المعارضة تمثيلها النسبي. بمعنى إذا قلنا أن لوائح السلطة فازت ب 60% من الأصوات ولوائح المعارضة ب 40%، فتمثل لوائح السلطة مثلا ب6 نواب والمعارضة ب4 نواب، وبالتالي يكون التمثيل الحقيقة متوازن إلى حد بعيد. بالنسبة للصوت التفضيلي، الصوت التفضيلي يتعلق بالقضاء وليس بالدائرة الانتخابية، أي القضاء الدائرة الصغرى. من يفوز طبعا بأعلى الأصوات ضمن هذه الدائرة الصغرى يعتبر الأول، وبالتالي طبعا يعزز صوته وصوت اللائحة ككل. لكن طبعا يعني من العيوب على هذا القانون بأن التشطيب ممنوع، بمعنى أن من يريد أن يصوت للصوت التفضيلي المتبع على هذه اللائحة يجب أن يصوت لكامل أعضاء اللائحة، حتى لو كان هناك مرشحون لا يرغب في طبعا التصويت لمصلحتهم. هذه هي ثغرة باعتقادي قد تشحها فيما بعد، لكن خارج هذا الإطار كما أشرت، نحن أمام قانون جديد، أمام امتحان جديد،
امام تجربه جديده. نعم، ولكنها لن تخرج عن سياق الشفافيه يعني والنزاهه في هذه الانتخابات. سيد جورج، اخيرا الحديث عن الكتل التصويتيه للبنانيين في الخارج، هناك اعداد كبيره متواجده بالفعل في استراليا وكذلك في بعض الدول الاوروبيه على سبيل المثال دوله فرنسا، هناك ايضا تواجد كبير للبنانيين في بعض الدول العربيه. اي الكتل التصويتيه الاكثر من حيث العدد للبنانيين في الخارج سواء كان في الدول العربيه او في الدول الاخرى الاوروبيه وباقي الدول الغربيه؟ الحقيقه من الصعب جدا يعني ايقافكم على هذه الامور، لكن علي ان اؤكد امرين. الامر الاول، هناك 82,000 وطبعا حوالي 499 تقريبا من الذين استجدوا معهم من اللبنانيين المنتشرين في العالم كله. 39 دوله تحديدا. نعم، قد يصوت نصف هؤلاء. انا اعتذر هؤلاء، الكثير من اللبنانيين المنتشرين في العالم لم ياخذوا هذه الامور بجديه، انها المره الاولى التي طبعا ياخذون فيها هذه التجربه، ومع ذلك نحن نعتبر ان هناك انجازا كبيرا عندما نرى ان 82,000 من المنتشرين ارادوا ان يمارسوا العمليه الديمقراطيه. انا لا اقول الان كل شيء شفاف وتمام، نحن في مرحله تمهيديه، مرحله تطبيقيه اولى، عليها يبنى طبعا في الانتخابات المقبله ربما تكون اكثر شفافيه واكثر مراعاه للقوانين. نحن بطبيعه الحال امام امتحان جديد، وهذا بطبيعه الحال ما هي نسبه الذين سوف يخترعون من خلال 82,000، هذا ما سيتحدد ربما يوم الاحد المقبل او بعده تماما. نعم، إذا هو اختبار جديد لديمقراطية في لبنان يعيشه اللبنانيون في هذه الأجواء حاليا. نشكر المحلل السياسي جورج عالم، كان معنا من لبنان.